يترتب عليه انخفاض في المبيعات، يترتب عليه انخفاض في الأرباح، يترتب عليه الخروج من سوق العمل. يبقى المسألة مش مسألة سهلة، المسألة أي مشكلة، أي مشكلة تحدث كل حريص على أن يعرف مشاكله عشان يتفاداها، حتى لا يكون إيه في الصورة وسبب في خسران المنظمة. دير بالكم مش مسألة معاكات، بس هذه مهلش عندنا. أنت بسبتك مين وأنا بسبت مين؟ أنا مثل عمر بن الخطاب رحم الله امرين افتح لك خبرة. ها أحيانا قد ألقى نفسي قد تكون لجانب عمل ثاني، قد تكون واحد ماسك عمل داخل قسم معين وشكل ألقنا عمل إضافي. طيب مشكلة لا 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 ليس هذا هو حينتقوا من كل قسم شخص وبيسموها لجنة التنسيق. لجنة مهمته وعقد عمل دوري، يعني مهمته هذا التنسيق، ما عايش يروح شنتيق ولا عايش يروح سواق ولا، مهمته التنسيق والإدارة، هذه مهمته. لكن هو يتبع مين؟ كل واحد يتبع ادارته. طيب ليش ما يكونش رؤساء الاقسام هم اذا كان اجتماع دوري، اذا كان اجتماع مثلا على الاسبوع على مش عمل دائم؟ رئيس القسم مشغول بعمل دائم. ما دام هو لقاء يعني اسبوع يوم. لا مش قياس الدور لقاء. لا لقاءات دوريه قد تكون يوميه. هذا القطاع الخاص قد تكون لقاءات يوميه، ما هي اسبوعيه ولا هي شهريه. ما هوش مجلس كل يوم، مجلس يومي أحيانا لحل مشاكل يترتب عليه إخواننا، يترتب عليه المنافسة، سب ميزة تنافسية، ادفع من يعني المنافسة. يعني اللجنة دي شغلة ثابت كده، متابعة حل المشاكل. بس ليش إحنا عملناها من جميع الأقسام؟ لأنه كل زول يعرف انه ينتمي لقسم او لاداره، وانه هو مسؤول عن اللجنه، مسؤول عن اللجنه عن الاداره، على ادارته المطلوبه، وصل المعلومات المطلوبه. ايش الناقص؟ ما عندناش مواد خام، عندنا جدوله الانتاج. يا جماعه انتم عارفين انه لو كان عندي مثلا خلال اسبوع انتج مليون قطعه، انا بعمل جدوله، بيكون عندي جدوله الانتاج، معلش عشوائي يعني، وجدوله حتى بالساعه كم انتج، كم الساعه، وكم بالساعه يكون المواد الخام موجوده في الاداره، وكم من المواد الخام الموجود في الطريق فيصل الاداره، وكم المواد الخام الموجوده في المخزن. لانه توقف الاله لساعه واحده تخسر المنظمه ملايين الدولارات، مش كده؟ لا المساله ليست بالهواء وليست بالعفرطه، وانت من تمثل ولا مثل، المساله هي مصير جميع الكل، يشعر الكل، يحس انه يحدد مصيره، اكون او لا اكون. اذا كانت تقصير مني خلاص بكون انا سبب افلاس الشركه وسبب الخروج من ميدان العمل. تفضل. شوف ولذلك احنا قلنا ايه، تقوم بحل المشاكل دون الاتصال بالاداره العليا. لو كان في اتصال بالاداره العليا اصبح لها صفه رسميه، اصبح لها صفه رسميه. يعني شنو اسمها هنا؟ بنحن بالتسميه لازم نسميها، نعمل لها تسميه وظيفيه، اداره او كاس، اداره او ايه او كاس، اذا كان في لها اتصال، مش من صلاحيات الاتصال، مش من صلاحيات الاتصال. بس بوناس يتعدوا، ولذلك تسمي العلاقة علاقة متعدية. تحصل يكون المسؤول حقه بالقسم هنا، تحصل بشكله فوق. خاشمه هو. المشكلة عند اللي فوق. هذا كمان منهم ها؟ إذا رفع. هذا إذا رفع. ما استمعنا رفع اللي بعده. موضوع ثاني. أي كلام كذبية. التنظيمية. يمنع بعد المكافات ها؟ غير الراتب. طيب دخلني احنا بموضوع، المكافات ضروري. وش تعمل لك انت؟ شوف تعال شوف المكافات عند اليابانيين، تعال شوف المكافات عند الامريكان. ما تكلمش علينا ها؟ عند العرب ما فيش. طبعا شوفوا التوظيف عند اليابانيين، ديروا بالكم التوظيف عند اليابانيين توظيف دائم، ما مش حاجة اسمها فاصل، مدى الحياة. اثنين، يوظفون الخريجين الثانوية والمعاهد كده بالتأكيد. وإذا كان هناك تقصير من قبل العاملين، تقصير بالأداء، لا يلام الشخص وإنما تلام الإدارة. ليش؟ لماذا لم تؤهله؟
لماذا لم تؤهله وتدربه وتكسبه خبره ومهاره؟ رائع، تمام. بالنسبه للمكافآت يا سيدي، يمنح في الشركات اليابانيه يمنح العامل يعني في السنه مرتين مكافأة، وكل مكافأة تساوي راتب 15 أو 16. راتب إضافي يعني ما هوش إضافي. دي اسمها مكافأة على الأداء. إذا كان تساوي مكافأة. أيوه. تسمى مكافأة على الأداء. مرتين في السنة. الأمريكان سنويا. الأمريكان سنويا. المكافأة في اليابان على الأداء العام. الكل المثال يقول نعيش فل يموتنا الكل. يا نعيش عيشة فل يا نموت نحن الكل. ولذلك اليابانيين يستلمون المكافأة من القسم، كل العاملين في القسم يستلمون المكافأة هذه. الأمريكان العكس، حسب الأداء يحسن قبل الميكروسكوب من صاحب الأداء الذي تسبب في الأداء الجيد. قال محمد نعمان يمنح مكافأة، بقية القسم ولا يعطونها حاجة. شايفين كيف ترى؟ طبعا السلطة، السلطة عند اليابانيين تعاونية، والسلطة عند الأمريكان ايه دكتاتورية. صحيح دكتاتورية، ما في استفاضة يعني فردية. ممكن يستغنى عن الشعب في أي وقت. طبعا بالصينيين بين هذه والتلك. هذه علشان الأخ الأستاذ الفاضل دخلني هنا في مسألة المكافأة. دخلني هنا في مسألة المكافأة. لابد نعمل الرسالة حقنا ونعمل مهمة ونعمل راتب. منو؟ هذا المنصب. ضروري يا الله. يا أستاذ الدقائق معناته تنتش من السر بتاع. ما تجري بعد التنسيق. هذا كان هذا. لا ما هو يهمه. هذا. يعني دراسة النسخ هذا مبسط. طيب مبسط مشاكل. الأسلوب التاسع التنسيق من خلال التكيف. لا باقي والله باقي. وين؟ الثامن استخدام التكامل المستقل للتنسيق. دير بالك في هذه الحالة ثم يكون على اتصال مع المدير. يعني يستخدم هذا الأسلوب عن طريق تكوين لجنة مستقلة عن الأقسام لا يمثل الأقسام. ما بش واحد من هذا القسم ولا واحد. أنا بعينهم كذا، أنا كمدير بعين لي أشخاص يتبعون يتبعون أنا. لكن هل هو تنظيم رسمي؟ لا. له صفة رسمية؟ لا. يا جماعة في تنظيمات غير رسمية في المنظمة ما لكم؟ في تنظيمات رسمية، في تنظيمات غير رسمية. لا ليس لها صفه رسميه. يكلف التكليف مستشار حاجه زي كذا. انا اعرف كنت ادرس زمان وعدنا خريج البكالوريوس لواحد من كبار التجار هنا في تعز. كبار التجار يعني، تمام. كان مع زوال دائما يمشي معه. انا كنت صور للشريك ولا للاسره. يتضح لي بعد فتره انا كنت ادرس الاولاد عندهم البيت وحصلوا يقيلوا وهو يجلس وهو يغدي ودش لك رجال الشلاق بجنب صاحبنا. وبعدين قمت سئل فضول يعني ما صبر بعد ما دخلت العلاقة بيننا كذا. قمت صار كل هذا إيش مهمة الرجال؟ ليش مثل الأخ مع عشية كذا؟ ما أعرف قاعد خرب كله. إيش مثل الأخ؟ قال أنت شوف تعرف الحاجة اسمها الإدارة والتنظيم. قلنا لا يعني. قال طيب هذا اسمه مستشار، وظيفته تكون شبه رسمية، أراءه تؤخذ بعينتنا لكن مش ملزمة لنا. ليست ملزمة، لكن قال ما يمكن استغني عنه. يعني أنت تلاحظه جنبي لأنه أي قرار أنا بدرسه وارجع أخذه رأي، لأنه قد يكون مشكلة تجي بالتلفون، قد تكون مشكلة تجي لازم يكون قال جنبي. هذا قال نعمل هذا قدرنا. وجاب مثل ما أشتهي لأنه في تصوير وفي تسجيل. جاب مثل والله ما مثلنا من الضحايا. خلاص.